عن منشورات جمعية رباط الفتح صدر حديثا مؤلف بعنوان اللغة العربية والعلم من إعداد حمزة الكتاني، ويضم أعمال الندوة العلمية التي نظمتها جمعية قدماء مدارس محمد الخامس برحاب كلية العلوم بالرباط في عام 1976. الكتاب الذي يقع في 200 صفحة من القطع المتوسط يضم مداخلات وعروضا علمية قدمها تلة من المغاربة والأجانب من مفكرين ولغويين ومهندسين وأطباء واقتصاديين وإعلاميين. نشر مضامين الندوة العلمية بعد مرور سنوات طويلة على انعقادها يعزى إلى راهنية موضوع اللغة العربية الذي يستأثر باهتمام المواطن المغربي خبيرا أو مربيا أو مثقفا أو رب أسرة، على اعتبار أن النقاش العام يدور بالأساس حول المكانة التي يجب أن تحتلها اللغة العربية في المنظومة الثقافية بوصفها لغة رسمية للبلاد، بينما يرى تيار آخر أن المنظومة التعليمية تخلفت وتدهورت أحوالها بالنسبة لتدريس المواد العلمية. الكتاب ضم بين دفتيه على الخصوص مداخلات وعروض لكل من عبد الكريم غلاب وعبد العزيز بن عبد الله وأحمد الأخضر غزال وبلماح الوزاني وعبد الأحد الإدريسي وجمال الدين عبد الرزاق وإدريس خليل وحمزة الكتاني وفتح الله ولالو وغيرهم.